قالت اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي زي ما لمح سموه الأمير ما كانتش هي الأولى من نوعها في تاريخ تعامل السلطات السعودية مع المعارضين. لما فتحنا الملف فوجئنا، وأعتقد أنهم تفوجئوا، لأنه بالفعل وتحديدا في السنوات الأخيرة اختفى أمراء ومعارضون سعوديون بعد معارضتهم للنظام في المملكة أو حتى لمجرد مطالبتهم ببعض الإصلاحات في المملكة. قبل أي تفاصيل الانفوجراف اللي جاي حاولنا نلقي نظرة عن أبرز حوادث اختطاف المعارضين السعوديين حصريا في مع معتز. معارضون وأمراء سعوديون اختطفتهم المملكة. حادثة اختفاء الكاتب السعودي كمال خاشقجي ليست هي الأولى من نوعها. سبق أن اختفى أمراء ومعارضون سعوديون بعد معارضتهم للنظام في المملكة. ناصر آل سعيد الشمري أول معارض لآل سعود انتقل من السعودية لمصر ومنها إلى دمشق ثم زار بيروت. في بيروت اختطفته حركة فتح الفلسطينية في عام 1979 وسلمته للمخابرات السعودية واغتيل بحسب الروايات المنشورة. الأمير سلطان بن ترك خدره ملثمون في قصر الملك فهد بن عبد العزيز في سويسرا ونقل بطائرة طبية في مطار جنيف ومنها إلى السعودية في عام 2003. الأمير سعود بن سيف النصر دعا إلى خلع الملك سلمان من الحكم تأييدا لأمير سعودي مجهول داخل العائلة الحاكمة. توجهت به طائرة كان المفترض أن تحط في روما لكنها نزلت في الرياض في عام 2015. الأمير تركي بن بندر غادر السعودية إلى فرنسا ودعا لإصلاحات في المملكة واختفى في عام 2015 أثناء إحدى الزيارات إلى المغرب. الأمير عبد العزيز بن فهد بعد تغريدات مثيرة وانتقادات للإمارات تم استدراجه في عام 2017 إلى المملكة ليختفي بعد ذلك ولا يعلم مصيره أحد.